بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ محاضرتنا اليوم بمشيئة الله. حنكمل ما تبقى من المحاضرة 11 اللي الجنرال اكسبريشن اند لوغاريتميك فانكشنز. يعني حنعرف الدوال الأسية بشكل عام ان جنرال، لأنه في المحاضرة الماضية أخذنا ناتشرال لوغاريتميك وناتشرال اكسبوننشال. اليوم حناخذ جنرال، يعني الداله الاسيه بشكل عام، الداله اللوغاريتميه بشكل عام. نبدا رقم واحد، حنعرف الداله اللوغاريتميه، الداله الاسيه بشكل عام اس اكس. هنعرف هذه الدالة، هنرمز لها أو بالرمز هذا، وحنعرفها كمان. هنروح كاتبين أهو دالة إي أس إكس تساوي إي أس إكس لين إيه. طبعا هذه العبارة في الحقيقة يتمثل لي الدالة الأسية، هنا تمثل لي الدالة الأسية. يعني لو اخذنا الاكس وحطيناه اس للاي، بالتالي الاي حتروح معلن لانه معكس بعض، يبقى عندي ايه؟ اي اس اكس. اذا هذا تعريف بسيط جدا للداله الايه؟ الداله الاسيه بشكل عام. اذا هذه الداله الاسيه بشكل عام. طيب احاول افكركم في الايه؟ ببعض الاشياء التي اخذناها سابقا اللي هي التفاضل، وبعد كده ناخذ ايه؟ التكامل. هنلخصها في النظريه الاتيه. رقم واحد، ما هو تفاضل الداله الاسيه بشكل عام؟ هو تفاضل الداله الاسيه بشكل عام بالنسبه للايه؟ للاكس. ايه اس اكس، هنروح كاتبين ايه؟ الداله نفسها مشتقة الأس بواحد في لن الاي. يعني لاحظوا الزيادة عن الدالة الأسية الطبيعية، نحن نضرب في لن اي. هنا لأنه في لن اي، بالتالي حيروح اللن مع الاي يبقى بواحد. إذا نحن اللي حنضيفه هنا أثناء اشتقاق الدالة الأسية بشكل عام أو هذا الحد. ممكن يكون الإكس هنا دالة عامة، ممكن يكون الإكس دالة وليس بالضرورة فقط إيه؟ وليس بالضرورة فقط إكس، وبالتالي ممكن نعمم. طبعا مهم جدا كما قلت لكم في السابق، طبعا أنا اضطريت أعيد التفاضلات قبل ما أخش إيه؟ التكامل، لأنه ما ينفعش ندرس التكامل وإحنا عندنا مشاكل في التفاضل. فأحاول أعيد إيه؟ بعض الأساسيات. أو لو كان عندي هنا الأس دالة، لو كانت دالة في هذه الحالة ايش حيكون الزيادة هنا؟ حنقول رقم واحد اي اس يو، اي اس يو، وبعدين لين الأساس، وبعدين مشتقة الاي ال يو. إذا الشيء الزائد عن مشتقة الدالة الأسية الطبيعية هذا الحد. يعني نفس مشتقة الدالة الأسية العادية، لكن حنضيف إيه؟ هذا الحد. طيب ومثلا بالنسبة للرسم ممكن ناخذ دالة بسيطة. لو كان عندي الأساس، لو كان عندي الأساس اثنين، طبعا احنا لما عرفنا هنا التعريف لابد نقول حاجات مهمة. ايش الشرط على الـ A؟ وما يعني الـ A؟ ايش الشرط على الـ A؟ وما هو الشرط على الإكس؟ الـ A لابد تكون أكبر من الصفر، يعني ما ينفعش احط الاب سالب لانه عندي هنا لن. اذا رقم واحد حنقول هذا التعريف صحيح فور every a اكبر من الصفر. اذا مهم جدا ما في عندي داله اسيه عامه اقول سالب 2 اس اكس، لانه هنا عندي الاي موجوده هنا في الارجيومنت للن، فلا بد تكون اكبر من الصفر. الشرط الثاني لاي قيمه الاكس، لانه لاحظوا الاكس موجوده هنا في الاس بالداله الاسيه، وبالتالي اكس تنتمي الى سالب ما لا نهايه وما لا نهايه. اذا حقول ايضا فور افري اند
فور أيضاً أو كاتبين every real number x real number x. إذا ننتبه للشرط عشان نكون عارفين إيه ما هي الصفات الدالة التي إحنا نتعامل معها، مش أي رقم نروح نحطه ونقول إيه دالة أساسية. طيب مثلا مثال بسيط، عندي الدالة لو أخذت الـ A باثنين، أنا أخذت الـ A باثنين، مثلا عندي Y يساوي 2 أس X، وعاوز أرسم هذه الدالة. طبعا نقطة التقاطع مع محور Y حتكون إيه؟ لو حطيت X بصفر Y بواحد، إذا نقطة التقاطع مباشرة لما أرسم المحاور، عندي هنا X، هنا عندي Y. أول نقطة حتقاطع هذه الدالة مع Y هنا عند إكس بصفر، إكس بصفر واي بواحد، بعدين أحط قيم الإكس بواحد باثنين وأخذ قيم إكس بسالبة، أحصل على هذا الشكل الدالة زايدية، إذن هذه مثل اثنين أس إكس. طيب لو أخذت نص، لأن أنا قلت الأساس ممكن يكون إيه أكبر من الصفر. طيب لو أخذت، لو قلنا إيه واي تساوي نص أس إكس، طبعا استطيع اطلع الاثنين فوق يبقى أس سالب واحد، راح يبقى اثنين أس سالب واحد، واضرب هنا وبالتالي حروح راسم الداله اثنين أس سالب إكس. برضه نقطه التقاطع مع محور واي عند الصفر، هذا لما نجي نرسمها، لما نجي نرسم هذه الدالة، لما نجي نرسم هذه الدالة حتتقاطع ايه؟ حتتقاطع معايا عند الايه؟ عند الصفر. ما يصلحش احد يتصل في وقت المحاضرة، خاصة يعني احنا كطلاب عارف انه معانا محاضرة. طيب اذا حتقاطع عند الصفر الايه؟ حيكون نقطة التقاطع عند الصفر والواحد، لكن حيكون اتجاه الدالة او بهذا الشكل. لما تزيد اكس حتى الداله تتناقص، حيكون شكلها بهذا الشكل. راح كاتب هنا تحت صفر واحد. طب هذه امثله بسيطه بامكاننا ايه؟ طيب نجي للمهم، خلاص احنا عرفنا المشتقات والمشتقات درسناها، وانا ذكرتكم بالقوانين، هذا الذي استطيع عمله. الان ننتقل للجزء الذي يخص مقررنا الان اللي هو التكامل. إذا اللي يخص مقررنا اللي هو التكامل، حنقول تكامل رقم واحد، تكامل A أس X DX يساوي الدالة نفسها، طبعا أكتب هذا الناتج لما يكون عندي هذا الشكل A أس X على ln A. لاحظوا في التكامل في التفاضل كنا نضرب في لين A، طيب وبشكل عام ممكن تكون عندي هنا دالة، وبشكل عام أو تكامل A أس يو ديو يساوي A أس يو على لين بلس، ونقول وحيث اليو دالة، نقول هنا وحيث اليو دالة. طيب وبالتالي أنا مش هطبق القانون إلا لما أبدأ أصلح المسألة بتاعتي، أشتغل بالتعويض، أبسطها لا أحد ما أوصل إلى هذا الشكل. إذا أنا ما استخدمش القانون إلا عندما يصبح بهذا الشكل. طبعا لو قالت A أس إكس خلاص، لكن لو الاي اس داله لابد ما ايه اضبط الشكل عشان احصل على ناخذ مثال بسيط ليكن لدينا التكامل الاتي. مطلوب ايه؟ مطلوب ان احنا نحسب التكامل. اكزامبل ايفاليويت تكامل 3
اس اكس تربيع في اكس دي اكس سوليوشن. الحل، الاحظ في عندي هنا داله، الاحظ بمشيئه الله. حنتكلم على الاختبار في اخر المحاضره، نبدا نأدي شغلنا وبعد كده ايه نتكلم في كل حاجه لدي. طيب انا لما اجي كامل اشوف الداله المكامله، واضح انه هنا في داله اسيه عامه اللي هي ثلاثه. طيب هل ينطبق عليها، هل هي بهذا الشكل؟ ليست بهذا الشكل، وبالتالي ابدا افكر في الايه؟ خلاص انا عرفت انه الداله التكامل اللي الداله المكامله الانتجراند داله اسيه عامه، يعني احتاج افكارها. لكن بدايه حروح افرض، حنقول ليت، حقول ليت يو. طبعا ما ينفعش اقول ليت يو ثلاثه اس اكس تربيع. انا لما افرض اليو، لما افرض اليو بشيء لابد ايه اكون متاكد ان المشتقه موجوده. عندما نفرض اليو بحاجه، فانا لو فرضت اليو باكس تربيع المشتقه موجوده اكيد. هحسب الديو اللي هي 2 اكس دي اكس، فانا عندي اكس دي اكس هو موجود، اللي مش موجود ايه الاثنين، فراح اقسم الطرفين على 2 واكون حليت المشكله. اذا حقسم هنا على 2 وحقسم هنا على 2 وبالتالي اكون حليت المشكله. اذا ديو على 2 يساوي اكس دي اكس. المسألة جاهزة، هو يو تساوي اكس تربيع والاكس مشتقتها هي موجودة دي اكس. اروح عوض في التكامل. يلا الان حنروح كاتبين التكامل نكتبه مع بعض. اذا اي، اذا تكامل، تكامل بسيط جدا جدا لا يوجد فيه تعقيدات، ونستطيع ايه. اذا حب عندي تكامل ثلاثة اس يو، حروح شيل الاكس تربيع وحط بداله ايه اليو، اكس دي اكس اشيله وحط بداله ايه ديو على 2. اذا حيبقى عندي ديو على 2 يعني نص، اطلعه برا. الان نستطيع ايه، الان المساله جاهزه، الان التكامل جاهز. لاحظوا معي الان التكامل نفس هذا الشكل، لاحظوا ثلاثه اس يو او نفس هذا الشكل. الان استطيع اطبق التكامل، ناتج التكامل حيبقى ثلاثة اس يو على لين اي، على لين ثلاثة، وبعدين ارجع للمتغيرات الاصلية. اذا الان نستطيع نطبق القانون بشكل مباشر. احدي ليه نص هنا حيساوي ايه؟ لانه عندي لاحظ الاي هي ثلاثة. الان نستطيع نطبق القانون تبعنا، حيبقى ايه؟ ثلاثة اس يو على لين A، لين ثلاثة زائد C، وارجع للمتغيرات الأصلية. أروح أشيل اليو وأحط بداله إيه؟ الإكس تربيع اللي أنا فارضه في البداية. إذن هذا حيساوي أو نص، نص لين ثلاثة، وهنا عندي ثلاثة أس يو، أروح أشيل اليو وأحط بداله إيه؟ إكس تربيع زائد C. وكذا تكون انتهت الإيه؟ المسألة. طيب هذه بالنسبة لإيه؟ وعلى هذا المنوال بالنسبة للدوال الأسية العامة. طيب نشوف الدالة برضو اللوغاريتمية العامة. طبعا الدالة اللوغاريتمية العامة حتكون بهذا الشكل. إذا حكون عندي الآن ديفينيشن، ديفينيشن لمين؟ للدالة لوغاريتم اوف، الآن حكتب الدالة اللوغاريتمية العامة. ليه؟ لأن حكتب أساسا الدالة سابقا لم يكن الأساس A، حتبقى الدالة اللوغاريتمية الطبيعية ونكتبها إلين. إذا حنعرف الآن الدالة اللوغاريتمية العامة، طبعا حتكون مرتبطة بالدالة الأسية العامة، عشان كذا احنا المحاضرة السابقة أخذنا الدالة الأسية الطبيعية مع الدالة اللوغاريتمية الطبيعية ورسمناها مع بعض وشفنا العلاقة بينهم. هنا برضو
حنأخذ الدالة أو حنعرفها بهذا الشكل، حنعرف الدالة اللوغاريتمية مع الدالة الأسية العامة. إذا حنروح أكاتب كذا، حنقول واي يساوي لوغاريتم الأساس إيه، هذا الأساس للدالة إكس، إذا وإذا فقط إكس تساوي إيه أس واي. إذا هذا تعريف الدالة اللوغاريتمية بشكل عام. طبعا لو حطينا الـ إيه بـ10 هيبقى الدالة اللوغاريتمية ذات الأساس الـ10 وهي مشهورة. لو حطينا بالعدد النيبري إيه هيدي لي إيه؟ الدالة اللوغاريتمية الـ إيه؟ الطبيعية. طيب نشوف المشتقة برضه نتذكر ثيرم هنلخصها في النظرية الآتية. رقم 1 I دي اكس مشتقة الدالة اللوغاريتمية بشكل عام هتبقى 1 على اكس نفس الدالة الطبيعية، لكن حنكتبها هنا لين اي. طبعا في حالة الدالة اللوغاريتمية الطبيعية موجود لين اي، بس الأساس اي لما يكون أساس اي هيبقى لين اي بواحد لو كان الأساس اي. لو الأساس اي هيبقى لين اي بواحد، هيعطي لي الدالة اللوغاريتمية الطبيعية. طبعا طيب لو نريد طيب نفاضل الدالة اللوغاريتمية ذات الأساس إيه لدالة ما ولتكن يو، طبعا هي افتراض إكس أكبر من الصفر، هتساوي إيه؟ نفس النتيجة السابقة لكن حيكون في زيادة فيها، هيبقى 1 على يو لين إيه في مشتقات الدالة يو، في مشتقات الدالة يو، لأن هنا مشتقات الإكس بواحد. طيب في الحقيقة هذا كان الجزء المتبقي من المحاضرة السابقة. طبعا اليو هي عبارة عن دالة ولا تساوي لإيه؟ الصفر. طبعا احنا هنا ما دام عملنا داخل القيمة المطلقة ضمننا أنها تكون إيه؟ موجبة. طيب ننتقل إلى الآن محاضرة اليوم اللي في الحقيقة هي عبارة عن محاضرة اليوم أنا حفردها بالدوال المثلثية، لأنه تكاملة الدوال المثلثية هامة. لما نجي نخوض طرق التكامل لابد نكون إيه؟ لابد نكون جيدين أو ممتازين بالنسبة لتكاملات الدوال المثلثية. لذلك أنا أفردت لها محاضرة، يعني على الرغم في السابق إحنا قد أخذناها، لكن أخذناها بشكل سريع، كنا نعطيها كأمثلة سريعة، لكن اليوم إن شاء الله حنعمل لها محاضرة كاملة اللي هي تكامل الدوال المثلثية trigonometric functions. تكامل الدوال المثلثية. طيب حنسرد القوانين، احنا قبل كده سردناها وربطناها بالتفاضل، يعني كنا نجيب التفاضل في الناحية اليسار ونجيب التكامل في الناحية اليمين. اليوم حنسردها بشكل كامل، حنسردها بشكل كامل وحنقول لو كان عندي اف يو، لو كان عندي اليو دالة جي اوف اكس والدالة جي قابلة للاشتقاق، والدالة جي از ديفرنشبل قابلة للاشتقاق ديفرنشبل، فإن نحصل على التكاملات الآتية. رقم 1 تكامل الصاين، حنبدأ بالصاين. رقم 1 تكامل الصاين يو ديو تساوي سالب كوزانيو بلس سين. رقم 2 تكامل، طبعا احنا ليه القوانين هذه تحفظ مباشرة مع حلول التمارين، ما في حاجة نقول نحفظها،
طيب تكامل كوزاين يو دي يو تساوي ساين يو بلاس سين. طبعا في الحقيقه هذه اعاده لتكاملات الدول المثلثيه، يعني احنا لما درسناه كنا نخذ بعض امثله، لكن اليوم في الحقيقه احاول افرد له محاضره كامل عشان ندخل طرق التكامل واحنا امورنا كويسه ومطمنين. طيب في عندي تكاملين شكلهم ايه؟ برضو حاولت اضع التكاملات اللي هي نفس التشكيلات او مع بعض، مثلا عندي ثلاثه واربعه اللي تكامل سيكانت تربيع سيكانت تربيع دي يو، وتكامل كوسيكانت تربيع يو دي يو يساوي، واروح كاتب الناتج. هذه التشكيله السيكانت تربيع والكوسيكانت تربيع هذه بتان يو وهذه بسالب كوتان يو. اذا السيكانت تربيع بتان والكوسيكانت تربيع بسالب كوتان. طبعا احنا ما نريدش نحفظ هذه الحاجات، لكن هذه كقوانين نجمعها في تيبل، وبعدين عشان ناكدها نروح نحل امثله وتمارين وهكذا، حلاق انفسنا ايه ثبتت لدينا المعلومات. هي طريقه الحفظ بالرياضيات. في الرياضيات ما في حاجه تحفظ، ولكن مع حل مسائل وتمارين كثيره نلاقي انفسنا ايه دايركتلي حفظناها. طب برضه هحط قانون رقم 5 و6 ورا بعض، لهم نفس التشكيلات. يعني مثلا عندي تكامل سيكان يو تان يو دي يو ويساوي، برضه هنا عندي تكامل كوسيكان يو كوتانجنت يو دي يو، حيكون ناتج تكاملهم سيكان تان سيكان يو هنا بسيكان وهنا بسالب. طيب في عندي 4 تكاملات برضو حطيناهم ورا بعض اللي هو نواتجهم بالدالة اللوغارتمية. في 4 تكاملات حطيناهم ورا بعض اللي هم في الحقيقة يمثلون الايه؟ تكاملات الدوال، حيكون ناتجهم بلين الين، فحطيناهم ورا بعض. طبعا حاولت اعمل كل 2 جنب بعض لهم نفس التشكيله والكيفيه ويعني نفس الباترن. قانون رقم 7 تكامل او تكامل تانيو ديو، رقم 8 تكامل كوتانجنتيو ديو، ناتجهم الاثنين بلن، لكن هنا اللن سيكان يو هنا اللن ساين يو. الناتج هذا التكامل اللن سيكان يو بلس سين، وهنا اللن ساين يو. طبعا والقانون هذه سهل اثباتها، بسيطه جدا، حنثبت واحد واحد فقط. اخر قانونين لو عندي تكامل سيكان وكوسيكان، رقم 9 تكامل سيكان يو دي يو، واخر حاجه تكامل كوسيكان يو دي يو. لو عندي قافل المسائل والتكامل مكتوب بهذا الشكل، في هذه الحاله ايه؟ اروح مباشره اكتب ناتج التكامل المطلوب. لكن اذا ما كانش بهذا الشكل احاول ايه؟ اذا هنا حيبقى عندي ايه؟ اللن سيكان يو زائدا تان يو بلس سين، وهنا اللن كوسيكانيو ماينس كوتانيو بلاس سين. كذا في الحقيقة استعرضنا أهم القوانين لتكاملات الدوال المثلثية لما تكون موجودة عندنا بالذاكرة ونستوعبها بشكل جيد ونطبقها بشكل جيد. حنلاقي أنفسنا إن شاء الله لما ندخل يعني إن شاء الله المحاضرة القادمة الأسبوع اللي بعد حنبدا ندخل في طرق التكامل، وبالتالي نكون اخذنا كل الاساسيات تقريبا في التكامل. طيب بقيه المحاضره حنكملها ايه في امثله على تكاملات الدوال المثلثيه.
example 1 مطلوب مني ايه؟ evaluate. طبعا في الحقيقة هو هنا طالب إثبات التكامل tan x dx. طبعا لو طبقت القانون حيقول لي النتيجة، لكن هو في الحقيقة يريد ايه؟ ان احنا نحسبها، نحسب هذا التكامل. طيب انا حروح احاسبه بهذا الشكل، حنقول سوليوشن. حروح كاتب التان، في الحقيقة التان هو عبارة عن ايه؟ تان اكس دي اكس. التان اكس هو عبارة عن ساين على كوساين، وانا كتبت هذه المتطابقات في محاضرات سابقة. هو عبارة عن ساين اكس على كوزين اكس دي اكس. طيب احنا من معلوماتنا البسيطة، لو فرضت اليو في المقام مشتقاته موجودة فوق، لو قلنا هنا ليت يو كوزين اكس، إذا مشتقاته ديو بي سالب ساين اكس دي اكس. أنا عندي موجود ايه؟ ساين اكس فقط، ما في سالب. إذا حضرب الطرفين في سالب هنا. إذا حيبقى عندي سالب ديو ساين اكس دي اكس. يلا نعوض هنا في هذا التكامل. إذا حنقول يساوي، إذا التكامل ده لو سميناه اي، إذن هذا هنعتبره مكتوب بهذا الشكل. إذن حنقول يساوي، هيساوي خلاص ساين اكس دي اكس حشيله وحط بداله ايه؟ سالب ديو. إذن حيكون برا في سالب ديو. وعندي هنا المقام قلنا هو عباره عن ايه؟ عن يو. في الحقيقه هذا قانون ناتج عن التكامل، استطيع اطبق قانون ايه؟ اللوغاريتم. لأن احنا قلنا في المحاضرة الماضية إذا كان البسط مشتق للمقام فناتج التكامل حيكون بلن المقام. إذا هذا حيساوي لن المقام زائد سين. طيب ونرجع لمعلوماتنا. طبعا احنا نعمل في الحقيقة المقياس عشان ايه؟ نطمن نضمن انه يكون المقدار هذا موجب. طيب بعد كذا ممكن حيبقى عندي ايه؟ هستخدم خاصية اللي ار لين كيو. خاصية المخاص دالة لوغاريتمية، استطيع اجيب الاس هنا، حيبقى لين كيو اس ار. اذا هذا حيساوي لين واحد على يو زائد سي. كذا انتهت المسألة. اروح حاطط اليو اللي احنا فرضناه قبل قليل، ايه اليو بايه؟ كوزان اكس. خلاص الان حرجع للمسألة الاصلية، لين واحد على كوزين اكس. طبعا انا عندي ايه؟ برضه متطابقه مثلثيه، انه كوزين اكس تساوي واحد على سيكان اكس. طب لو قلبتهم هنا هيبقى واحد على كوزين اكس يساوي سيكان اكس، وبالتالي اشيل بواحد على كوزين اكس واحط بداله ايه؟ سيكان اكس، احصل على المطلوب. طبعا احنا كان احنا هنا اثبتنا التكامل، اذا هيبقى لن هشيل واحد على كوزان اكس واحط بداله ايه؟ سيكان اكس بلس سي. وهكذا تكامل كوتانجنت اكس بالمثل نستطيع نثبتها بالمثل. نستطيع اثباتها بالمثل. طيب حناخذ مثال اخر. مثال اخر برضو حنستنتج تكامل سيكان اكس في المثال الاتي. طبعا انا اثناء المسائل اريد الناتج مباشرة فقط، هنا نوضح evaluate تكامل secan x dx solution. طبعا مباشرة القانون يقول لي ايه؟ تكامل secan x secan بلن secan زائد تان. لكن انا في المثال هذا حوضح كيف حصلنا على هذا الناتج. How to find this result. فرع ضارب البسط والمقام
أو اسمع، حضرب الباص في المقام، حرح بول سيكان إكس دي إكس يساوي سيكان إكس، واضرب الباص في المقام بالقيمة التالية زائد تان إكس زائد تان إكس. طبعا الفكرة احنا ضربنا في، يعني كأنه ما عملناش حاجة، لأن هذا المقدار بواحد، هذا المقدار بواحد، كأن احنا لم نعمل شيء. طبعا هي الفكرة، نريد أريد أنشئ مقدار فيه البسط مشتق للمقام ويعطيني الناتج المطلوب. طب الآن خشش السيكان فوق، إذا حتخش السيكان، حيبقى سيكان في سيكان، سيكان تربيع، بعد سيكان في تان، سيكان تان اكس. طبعا في موضوع التكامل الدوام المثلثيه لابد نكون كويسين جدا في التفاضل للدوام المثلثيه، لابد برضه نحط التيبل لتفاضل الدوام المثلثيه، لان احنا بدون التفاضل ما نستطيعش نكامل. يعني كيف بعرف انه بالفعل البسط مشتق للمقام الا انا عارف التفاضل؟ بالفعل السيكان اكس، يعني الاحظ هنا البسط مشتق للمقام عشان احصل على لن المقام واحصل على المطلوب، الا انا لابد اكون فاهم التفاضل. فتفاضل السيكان سيكان تان، وتفاضل التان سيكان تربيع، اذا البسط مشتق للمقام، وبالتالي لابد نراجع تفاضلات الدوال المثلثيه. هذا يساوي لن المقام، لان البسط مشتق للايه؟ للمقام، اذا هذا حيعطي لي لن سيكان اكس زائدا تان اكس زائدا سي، واكون حصلت على المطلوب. برضه كوسيكان اكس نفس الشيء، بس حنضرب كوسيكان اكس في ماينس كوتان اكس على كوسيكان اكس ماينس كوتان اكس وهكذا. طيب ناخذ بعض برضه المسائل البسيطة، اكزامبل. مطلوب مننا حساب ايفاليويت تكامل، مسألة بسيطة جدا، ساين 5 اكس دي اكس سوليوشن. طبعا احنا اصبحنا متمرسين في تكاملات، خلاص نستطيع نكتب الناتج مباشرة، لكن احنا في البداية نريد نتعلم ونمشي بالخطوات خطوة خطوة، لكن بعد كده ممكن اقول الناتج كوزين 5 اكس على مشتقات الزاوية، خلاص وخلصنا. لكن احنا ايه؟ نريد نتعلم كيف نطبق القانون اللي موجود معنا. فحفرض اليو ب 5 اكس، اليو ب 5 اكس، وبالتالي ادي حفاظ اللي هنا حيدي لي 5 دي اكس. طبعا انا موجود عندي دي اكس هنا، لكن الخمسه غير موجود، اذا نعمل ايه؟ نقسم الطرفين على خمسه، اذا حقسم هنا على خمسه وحقسم هنا على خمسه، اذا الديو على خمسه تساوي دي اكس، اذا استطيع ان استبدل الدي اكس بديو على خمسه، وبالتالي بعد كده استطيع اروح اطبق التكامل مباشره. اذا تكامل انتجرال اوف ساين 5 اكس دي اكس يساوي، اذا حشيل 5 اكس حيبقى عندي ساين يو، الدي اكس حشيلها احط بدالها ايه؟ ديو على 5، ديو على 5 طلع برا يعني ب 5. الان استطيع اطبق، الان استطيع اطبق القانون الموجود في الاثنين، الان استطيع اطبق القانون الموجود في التيبل، هذا حيساوي الآن نستطيع تطبيق القانون الموجود في التيبل، لأنه خلاص نفس الشكل. أجيب القانون مرة أخرى، نجيب القانون، تكامل ساين يو بماينس كوزاين يو، تكامل الساين يو بماينس كوزاين يو، هذا حيساوي سالب، يساوي سالب 1 على 5 في كوزاين يو بلس سي، وراح ارجع للمتغير الاصلي تبعي، اروح شايل اليو واحط بداله ايه؟ احط بداله 5 اكس، اذا هذا الناتج يعطيني التالي
هنحبك عندي سالب واحد على خمسة كوزين يو لخمسة اكس بلس سين. ناخذ مثال اخر اللي تكامل. ناخذ مثال اخر تكامل. تكامل اكزامبل اخر. اكزامبل اخر عاوزين نحسب ايفاليويت تكامل اكس يكون تان اكس تربيع دي اكس. طبعا هنا عندي موجود كوتانجنت، اذا اريد استخدم قانون، يعني هذا يعطيني ايحاء بانه لازم استخدم ايه؟ استخدم هذا القانون. هذا يعطيني ايحاء. لكن انا عندي الداله الانتجراند هنا ليست كوتان، وبالتالي احاول ابسطها، استخدم التعويض المناسب اللي حيبسطها، فاروح افرض بالزاويه. يعني ما ينفعش افرض اليوب كوتان اكس تربيع لانه مشتقاتها غير موجوده. اذا ابدا دائما ابدا في التعويض افكر بالتعويضات من جوا الى برا. يعني اروح افكر بالتعويضات الصغيره، ما ابداش اعوض بالحاجات الكبيره لانه ما استطيعش الا اذا مشتقاتها موجوده. فهنا ما ينفعش افرض يوب كوتانجن اكس تربيع، ليه؟ لانه مشتقات الكوتان مش موجوده برا. مين اللي مشتقاتها موجوده برا؟ لو فرضت اليوب اكس تربيع مشتقاتها موجوده اكس دي اكس. اذا حنقول ليت يو يساوي اكس تربيع، ومن ثم ادي يو. طبعا لاحظوا احنا مفاضل ومكامل، فمهم جدا يعني التفاضل. التكامل ما يمشي الا على التفاضل. لو احنا مش فاهمين التفاضل كويس مش حنفهم التكامل. اذا انا حفاضل حدي ليه 2 اكس دي اكس. طبعا عندي اكس دي اكس هي موجوده، لكن اللي مش موجوده الاثنين، لذلك حاعمل ايه؟ حقسم الطرفين على اثنين. اذا حقسم هنا على اثنين واقسم هنا على اثنين، هذا يعطيني ايه؟ ديو على اثنين، والطرف الايمن حيبقى اكس دي اكس. اذا تعويضاتي جاهزه وحتوصلني الى الشكل اللي انا اريده. اذا حيبقى عندي تكامل، تكامل اكس في كوتانجنت اكس تربيع دي اكس. يلا تعالوا مع بعض، حشيل ايه؟ اذا حشيل الان اليو الاكس تربيع وحط بدالها يو، اذا حيبقى عندي كوتانجنت يو، والاكس دي اكس اشيلها واحط بدالها ايه؟ ديو على اثنين. على اثنين يعني حطلعها برا ايه؟ حطلعها برا بنص. الان استطيع ايه؟ الان استطيع اطبق القانون. الان لاحظوا اصبحت المساله جاهز. تكامل كوتانجنت يو، كوتانجنت يو، لكن ما ينفعش من البدايه اطبق القانون. إذا ناتج هذا التكامل حيساوي، ناتج التكامل حيساوي نص لن ساين يو، لن ساين يو بلس. الآن أشيل اليو وأحط بداله اكس تربيع، إذا أنا حيدي لي نص لن ساين اكس تربيع بلس. وكذا تكون انتهت المسألة. يعني مسائل بسيطة جدا جدا، يحتاج إن احنا إيه؟ تركيز، محتاج مننا ايه؟ لابد يكون معلوماتنا في التفاضل قويه جدا جدا. لانه ما ينفعش ننتقل، ما ينفعش ننتقل من مكان لا بالساين، بالساين. ناخذ اكزامبل اخر. اكزامبل اخر، برضو احنا في هذا المثال عاوزين نحسب التكامل التالي. ايفاليويت تكامل، تكامل سيكان اكس في سيكان اكس بلس تان اكس دي اكس. عاوزين نحسب هذا التكامل.
سيكن اكس في سيكن اكس زائدا تان اكس. طيب طبعا انا حضرب سيكن في سيكن، سيكن تربيع، وسيكن في تان، وسيكن تان، يعني احد التكاملين تقريبا حيكون موجود عندي في القوانين، لان لو رجعت للقوانين حيبقى موجود عندي تكامل سيكن، حيبقى موجود عندي تكامل سيكن في تان. لاحظوا معي هنا لابد نعمل ربط، لما حضرب سيكن في تان هذا حيعطيني هذا القانون سيكن في تان، اذا ناتج التكامل سيكن يو، هنا ما في اي مشاكل، لا اكس تربيع ولا تكعيب. طيب ولما اضرب سيكن في سيكن سيكن تربيع هذا حيعطيني هذا القانون. اذا هذه المساله بسيطه جدا ونستطيع مباشره نحصل على التكامل. اذا تكاملنا، اذا الحل سوليوشن لو سميت التكامل ال، اذا ال، اذا اي حتساوي ايه؟ اذا اي ابدا اوزع، حضرب سيكان في سيكان سيكان تربيع اكس، وبعدين اضرب سيكان اكس في تان اكس دي اكس، اوزع تكاملين، حيبقى عندي تكامل سيكان تربيع اكس دي اكس زائد تكامل سيكان اكس تان اكس دي اكس. اذا لدينا تكامل وهذا تكامل، قبل قليل قلنا ايه؟ هذا الناتج جاهز ونستطيع نطبق عليه تكامل سيكان تربيع اكس، خلاص موجود في التيبل هذا، هذه بسيطه جدا، حيدي لي ايه؟ تان اكس تكامل سيكان تان يعطي لي سيكان اكس زائد الثابت سي، وبكذا تكون انتهت المساله. طيب الحقيقه احنا نحتاج اننا ايه؟ نتمرس كثير حناخذ مثالين، ناخذ مثالين اخرين اكزامبل اخر ايفاليويت تكامل اي اس 2 اكس في سيكان اي اس 2 اكس دي اكس. طبعا من خلال الشكل هنا مباشرة هذا يعطي لي إيحاء أن أنا حستخدم قانون السيكان، هذا يعطيني إيحاء أن أنا حستخدم قانون السيكان أو قانون الإيه؟ السيكان. لكن في الحقيقة الناتج الموجود ما هوش نفس هذا الشكل، ما هوش نفس إيه؟ ما هوش نفس هذا الشكل، وبالتالي هحتاج إيه؟ ابسط شكل التكامل، حستخدم التعويض. اذا حنقول ليت، ليت ايه؟ طبعا كما قلنا نفرض التعويض بالحاجه الصغيره، ما ينفعش افرض التعويض يو بسي كان لان المشتقه حقها غير موجوده. اذا حفرض اليو يساوي اي اس 2 اكس، وبالتالي هنا حشتق داله اسيه، لاحظ اهميه التفاضل. اذا حيبقى ديو حشتق الداله الاسيه اي اس 2 اكس في مشتقه الاس اللي بكام؟ ب 2 دي اكس. تطبيق على مشتقات او تفاضلات الدوال الاسيه. طبعا انا عندي في المساله هذا المقدار موجود، موجود اهو هنا، لكن اللي مش موجود ايه؟ 2. اذا حقسم الطرفين على 2، حقسم الطرفين على 2، اذا حيصير عندي ديو على 2 يساوي اي اس اكس دي اكس. الان استطيع لو سميت هذا التكامل باي، اذا التكامل اي خلاص باقي معنا مثال ان شاء الله ونخلص، باقي مثال مهم جدا هذا الباب اللي هو تكاملات الدوال المثلثيه. انا خليت له محاضره كامله وعدت بعض الاشياء لانه مهم في الحقيقه. اذا حروح في السيكان الاي اس 2 اكس اشيله ححط يو، والاي اس 2 اكس دي اكس حستبدلها بديو على كام؟ على 2، اطلع على 2 برا. الان نستطيع نطبق قانون، خلاص الان المساله اصبحت ايه؟ جاهزه. اذا هذا حيساوي نص سيكان يو تكاملها بلن سيكان يو بلس تان يو بلس سي،
وارجع للمتغير الاصلي حقي اليوم اللي هو اي اس اكس، اي اس 2 اكس. اذا هذا حيساوي نص لين سيكان اي اس 2 اكس زائدا تان اي اس 2 اكس بلس سي. اخر مثال في محاضرتنا، اخر مثال حنف التكامل كله على الكوسيكات. اخر مثال اكزامبل، اكزامبل الاخير ايفاليويت تكامل كوسيكان اكس ماينس 1 الكل تبع دي اكس. طبعا داله التكامل فيها كوسيكان اكس، اذا حستخدم قانون الكوسيكان اكس، لكن المساله غير مكتوبه بالشكل المطلوب. اذا لو سميتها التكامل باي، اذا حقول اي سوليوشن حبدا اربع، اذا حقول اي ابدا اربع هذا المقدار، المربع الاول حيبقى كوسيكان تربيع اكس، الاول في الثاني في اثنين حيبقى اثنين كوسيكان اكس، وربع الحد الاخير. اوزع الحدود وبالتالي استطيع استخدم القوانين. حيبقى تكامل كوسيكان تربيع اكس دي اكس سالب اثنين تكامل كوسيكان اكس دي اكس زائد تكامل دي اكس. اوزعت التكامل على كل حال. الان في الحقيقه استطيع اطبق القوانين الموجوده عندي. هذا رجع للقوانين، كوسيكان تربيع اكس موجوده بماينس كوتان، وكوسيكان اكس موجوده لين كوسيكان يو ناقص كوتان، وهكذا. اذا الان المساله جاهزه، نستطيع نطبق ايه القوانين. اذا حقول تكامل كوسيكان تربيع اكس قلنا بكم؟ تكامل كوسيكان تربيع بماينس ماينس كوتانجنت اكس. كوسيكان اكس تكاملها بلين كوسيكان اكس ماينس كوتان اكس، تكامل دي اكس باكس زائد ثابت. نكتفي بالحقيقه بهذا القدر. هذا الفصل مهم جدا جدا، لابد ترجعوا مره اخرى للقوانين التي درستموها في التفاضل او المواضيع، تحاولوا تستذكروا هذه الاشياء في الحقيقه. طيب ابدا اخذ الغياب رقم واحد، وبعدين نتكلم على اي حاجه. الغياب رقم واحد، بعدين نفتح المجال لكل الاستفسارات والاسئله. طيب خلونا نوقف التسجيل عشان